أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صام كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جهر كلمة توحيد إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو على نية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار الأيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ششم كلمة ربي كفر اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبوأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفضاحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم